أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارته إلى صربيا تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي توليها العلاقات الثنائية. وأعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش أن مصر تتطلع لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات. أتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة خلال هذه الزيارة والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تمييزا. أود أن أؤكد على تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات في ضوء ما يربط بلدينا من علاقات تاريخية ثرية سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908 أو على مستوى متعدد الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز والتي احتفلت صربيا في شهر أكتوبر بالذكرى 60 لأول مرة استضافته بالبراد للحركة.